أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: من قال إن شروط لا إله إلا الله هي شروط كمال وليست شروط صحة، فهل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فيلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ولا وش معنى كونه شرط؟ ما يكون شرط إلا إذا كان يلزم من عدمه العدم. فإذا لم توجد شروط لا إله إلا الله لم تنفع لا إله إلا الله، لأنها ليست لفظا يقال باللسان فقط. فهذا جاهل، الذي يقول الكلام هذا جاهل ما تأمل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.